أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. في هذا الفيديو سوف نوضح كيفية تحويل برنامج وورد ديوكمنت، أو مش برنامج، تحويل صيغة ملف ديوكمنت إلى ملف يسهل رفعه على الواتس أو على الإنترنت. لازم نحوله الى حاجة اسمها بي دي اف، وبعد البي دي اف نحوله الى صور. بالشكل ده بناخد الوورد بتاعي، نموذج الوورد افتحه ونيجي على الحفظ ملف دوت ونقول له حفظ باسم، بنروح نشوف هنحفظه هو اسمه نفس الاسم ده، هناخده بنفس الاسم وناخد حفظ كنوع ننزل بيها عند بي دي اف دي. خلاص كده، ونشوف احنا هنحفظه فين. انا دلوقتي هحفظه هوت نفس الاسم ده، هحفظه على ديسك توب على سطح المكتب، وهسميه نموذج استرشادي فارغ المرحلة الابتدائية واقول له حفظ، بحفظه الوقت على صورة ايه، من ديوكمنت لبي دي اف، بيحفظه من ديوكمنت. خلاص اتحفظ. طيب اروح بقى لسطح المكتب، اتحفظ ولا لا؟ اهو نموذج استرشادي، اهو نموذج استرشادي فارغ للمرحلة الابتدائية. خلاص حفظ. بروح بقى على برنامج تحويل من بي دي اف الى صور، افتحه بيفتح بالشكل ده، باخد ادد بي دي اف، ضيف لي ملف بي دي اف، يعني هو موجود نجيبه من هنا. موجود فين؟ موجود على ديسكتوب سطح المكتب، ندور عليه اهو. نموذج استرشادي فارغ للمرحلة الابتدائية، واضغط عليه وافتحه يا من هنا يا كمان ضغط هيقوم فاتح كده. فتحناه وندخله بقى على البرنامج اهو، دخل خلاص. هو مكون من 5 صفحات، بنقول له اعمل كل الصفحات وتقول له convert now، ابدأ اعمله الوقت بيجهز اهوت، هيحفظه برضو على المكان ده اهو. شوف انا بحفظه فين، هو انا كنت بقول احفظه على الايه، على الملف الخامس، يعني النيو فولدر 5، هو فتح على طول بعد ما خلصوا لي فتحوا. نموذج استرشادي فارغ المرحلة الابتدائية، اصبح كده شكل صورة، وشايف بقى شكل صور، دي صورة او الصورة ايه. خلاص لما نحب بقى نرفعه النت بيبقى سهل رفعه على النت. ازاي نرفعه بقى على النت؟ على اليوتيوب او على اي حاجة. هو طبعا انا عارف هو مفتوح فين، فباجي لو انا هرفعه على الواتس، بنفتح الواتس بتاعنا او على الفيسبوك او اي حاجة، بنفتح الواتس بتاعنا بالشكل ده انا فاتح الواتس بتاعي هنا اهوت، فتح اهوت. خلاص مثلا انا ممكن ارفعه مثلا على ادارة معادن السمية، ادارة معادن السمية هنا. طيب عايز ارفع الادارة بروح فين؟ باخد دوت الارفاق، برفق على الادارة، بدخل اقول له ارفاق،
بنرفق مين؟ صور او مقاطع فيديو. ندخل على صور او مقاطع فيديو اللي هو ايه اهو، ما هوش هو ده الملف. انا الكمبيوتر بتاعي لو انه مقفول مثلا، هو مقفول اهوت، بروح ابحث عنه اهو. ادي الكمبيوتر، ادي الاي نيو فولدر 5 او النموذج الاسترشادي فارغ اللي بتدعي اهوت، وابدا ادخل. هو ده خلاص. بندخل بقى من خلال الواتس، ادي الواتس اهوت، ندخل كده. هو فتح الواتس خلاص كده. هو هل هو ولا لا؟ لا ما هوش هو ده. طيب ادخل على الملف 5 تاني، والنموذج الاسترشادي فارغ اهو ابتدائيه، هما الملف 5 دول. بضغط على واحده مرتين او بدا يحملها على الواتس. اضيف من هنا 2، اضيف من هنا رقم 3، خلاص الثلاثة هم. كمان اضيف 4، اضيف تاني 5. الاضافة بقول لك اضافة شرح، انت بتضيف شرح بتقول له مثلا نموذج للابتداء. خلاص ضفت شرح، بقول له دي نموذج الابتداء وارسلها. خلاص كده ارسلت. طيب نتأكد ان هي ارسلت ولا لا. انا مثلا دخلت على الواتس صوت على حد تاني، ادخل بقى نشوف ادارة المعهد، ادارة معهد النسيمية اهي، او فعلا موجودة اهو بيحملوا لسه. يبقى عرفنا اكتر من حاجة دلوقتي، اللي هي ايه، ازاي احول من وورد لبي دي اف ولصور، وازاي ارفعه على النت او على الواتس، او هو ده بيترفع لسه بيتحمل هنا. نموذج الابتدائي، وهيجيب لك الاربع صور الخمس صور هنا. إذا عجبك الفيديو نرجو المشاركة، وشكرا لكم. هو كده فتح الواتساب.